بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، أود أن أحيي إخوتي الأكارم الذين سعدنا بهم معنا في هذه الليلة، وهنيئا لهم ما حباهم به المولى من فضل وما تفضل به عليهم من إنعام. وأسأل الله أن يتقبل عمرتكم وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة. يسأل أحد الإخوة يقول: أديت العمرة ولله الحمد، أحرمت من الميقات، ثم دخلت مكة وطفت وسعيت وحلقت أو قصرت، ماذا بقي؟ أقول: بقي أن تستمر في أفعال الخير، بقي أن تستمر في الأعمال التي ترفع وهي الأعمال الصالحة. يقول عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. فأنت الآن في هذه المقعة المباركة أتيت لعمارة البيت، والعمارة تكون بتلاوة القرآن وبالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وبكافة الأعمال الصالحة، ومنها أن يكرر الإنسان الطواف بدون أن يشق على نفسه أو على إخوانه المعتمرين. فأفضل عمل يقوم به الأفقي، أفضل عمل يقوم به الأفقي هو الطواف بالبيت. وأقول: أي طواف كان، سواء كان ركنا أو واجبا أو مندوبا، أي طواف يكون 7 أشواط، ليس هناك 6 أو 5 أو 4. وإذا أراد الإنسان أن يزيد على 7 يأتي 7 أخرى، وإذا أراد أن يزيد يأتي 7 ثالثة. ولو استمر من صلاة العشاء إلى الفجر فهو على خير إن شاء الله، أقول بدون أن يشق على نفسه أو على إخوانه من المعتمرين. فأفضل ما يتعبد به الأفقي. من هو الأفقي؟ الذي جاء للعمرة. من هو الأفقي؟ الذي جاء للحج في موسم الحج، يعني ليس مقيما في مكة وإنما سيبقى فيها أياما ثم يغادر، لأن أعمال البر متعددة وهي كثيرة، ويمكن للإنسان أن يقوم في أغلبها في أي بلد من بلاد الله عز وجل. يعني قراءة القرآن، يعني صلاة النافلة، يعني الاستغفار، يعني التهليل والتكبير، يعني أعمال البر، يعني البذل في طاعة الله، مواساة الفقراء إلى آخره، تكون في أي مكان. لكن الطواف لا يكون إلا هنا، فيكثر منه الإنسان بدون أن يشق على نفسه أو على إخوانه. والطواف محدد 7 أشواط، فإذا أراد أن يزيد يأتي 7 أخرى، وإذا أراد أن يزيد يأتي بمثلها، وهكذا أي طواف. ثم إذا تيسر بعد الطواف أن يصلي 2 ركعتين عند المقام خلف مقام إبراهيم، أو في أي مكان في الحرم، أو بعد أن يعود إلى الفندق ويستريح يصلي 2 ركعتين وينوي بها سنة الطواف.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يعني بعد الطواف يأتي بركعتين وينوي بها سنة الطواف. فما أحسن أيها الأحباب أن ننتبه لهذه التوجيهات وأن نعمل بهذه الإرشادات لنحرز الخير وندرك الفضل. أحد الإخوان يقول أديت العمرة وأرغب في أداء عمرة عن أبي أو أخرى عن أمي أو عن فلان أو فلانة، هل ورد ذلك؟ أقول: إذا أدى العمرة المقصود بها عمارة البيت، وأنت الآن ببقائك هنا تعمر البيت بالذكر والتهليل والتحميد والتكبير. أدعو لمن أحببت وأنت تطوف، أدعو لنفسك وأدعو لأهلك وأدعو لوالديك وأدعو لمن أحببت، فهذا يعتبر من أجل الأعمال. وأما تكرار العمرة كما يقول أحد الإخوة قبل قليل، يقول مثلا: نويت أن أعتمر عددا من العمر، واحدة عن أبي والثانية عن أمي والثالثة عن جدي والرابعة عن جدتي. نقول: هذا العمل ما ورد. العمرة مطلوبة وفيها الأجر والمغنم وفيها الثواب العظيم، لكن ما ورد، وإنما بين الحين والآخر تأتي بعمرة. سألت: كم تبقى هنا؟ قال: يومين، ويريد في اليومين أن يأتي بعدد من العمر. قلنا: لا داعي لذلك، ولم يرد هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخبرنا بالأحكام التي ينبغي لنا أن نتبعها، وصل إلى مكة في الحج في اليوم الرابع، في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، يعني جاء في السنة السادسة ولم يؤدي العمرة، رجع بدونها، أعيد بدون أن يأتي بعمرة، وجاء في السنة السابعة وجلس 3 أيام وأدى عمرة، وجاء بعد أن عاد من الطائف وأحرم من الجعرانة وأدى العمرة وواصل طريقه إلى المدينة، ثم في السنة العاشرة جاء قارنا وحج حجة الوداع، ثم بعد أن انتهى من النسك عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد وصل إلى مكة بداية في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وعسكر في الأبطح، أقام في الأبطح، واليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى عليه الصلاة والسلام في يوم التروية، ولم ينقل عنه أنه جاء إلى البيت أو جاء إلى الحرم أو دخل مكة، لأنه كان في الأبطح. فما أحسن أيها الأحباب أن يتقيد الإنسان بهذه التوجيهات وأن يسترشد بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من طواف النافلة إذا تيسر له ذلك. أقول: السعي لا يتعبد بتكراره. السعي ما في إلا سعي واحد للحج وسعي واحد للعمرة، وإذا كان الإنسان متمتع يسعى مرتين، يعني في الحج مرة للعمرة ومرة للحج، وإذا كان قارن سعي واحد، وإذا كان مفرد سعي واحد، وإذا كان عمرة سعي واحد، وهكذا. فالسعي لا يتعبد بتكراره، وإنما الطواف هو الذي يؤمر الإنسان بتكراره إذا تيسر له ذلك بدون مشقة عليه أو على الآخرين. أقول: تقبل الله نسككم وضاعف لكم الأجر والمثوبة وأجزل لكم الثواب وتكرم عليكم بالهبات السخية في قبول هذه العمرة. ونقرأ الآن أيها الأحباب في كتابنا وفي درسنا المعتاد في كتاب الكافي لابن قدامة، وموضوعنا عن المكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه
على أقساط، هو رقيق، والرق عندنا الآن غير موجود، لكن نقرأ ما في هذه الكتب لأن الرقيق يعني يعتق، والعتق أحيانا يكون كفارة للقتل أو لقتل الخطأ أو كفارة للوقاع في رمضان والإنسان صائم، أو كفارة للعيلاء، أو كفارة للظهار، أو كفارة إذا حنث الإنسان في يمينه فيكون عتق رقبة. ما هو العتق؟ نقول هو كذا، ثم فيه المكاتبة، قد يعتق السيد عبده، وقد يشتري العبد نفسه من سيده على أقساط، ويبين لنا الأشياء التي تجوز والتي لا تجوز. فيقول لا يجوز، يعني درسنا اليوم لو أن إنسانا اشترى نفسه على أن يدفع كذا قارورة خمر أو كذا مخدرات أو كذا من الأمور المحرمة، نقول هذا العمل لا يجوز، لكن إذا دراهم أو دنانير فهذا لا حرج كما سيأتينا إن شاء الله. وإذا كان هناك أمر يعني في الكتابة لا يجوز يستبعد ويطبق بدلا عنه ما يجوز. فبريرة جاءت لعائشة رضي الله عنها وقالت إني كاتبت على 9 أواق فأعينيني، فقال عليه الصلاة والسلام اشتريها. فذهبت بريرة وقالت إنها تريد أن تشتريني منكم، قالوا بشرط أن يكون الولاء لنا، الولاء لنا يعني ما تتركه بعد وفاتها يكون لأسيادها الأولين. فقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، الولاء لمن أعتق. فنحن نقرأ هذه الأمور وإن كانت غير موجودة لدينا الآن لأجل أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية بهذه الأحكام وهي غير موجودة، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكتابة الفاسدة. إذا كاتبه على عوض محرم، على عوض محرم ما يسمى كتابة هذا، فهذا فاسد ولا يجوز. على عوض محرم، على أن يعني مثلا يعطيه كذا خمر أو كذا من الأمور المحرمة أو على أن يفعل شيئا محرما، لا هذا ما يجوز. أو على أمر يعني فيه محظور فهو أيضا لا يجوز، لا يجوز. أو مجهول، قال كاتب، طيب كاتب سأعطيك مبلغ، كم المبلغ؟ أعطيك مبلغ كثير، كثير تختلف، لأن كثير يمكن عند بعض الناس ريال واحد ولا ريالين كثير، وبعض عند بعض الناس ملايين الريالات ليست كثيرة، فلا بد أن يكون معلوما. أما إذا كان مجهولا فلا، يكاتب على مبلغ وتحدد الأقساط قسطين، يقول أنجوم يعني يكون نجوم، يعني بدل ما يكون في اصطلاح المؤلف أقساط قال نجوم، يعني نجمين 3 يدفع في كل شهر كذا، يشتغل ويجمع ما حباه الله به من مال ويعطي سيده، وذلك لإبراء ذمته. فإذا دفع ما في ذمته عتق، وإذا لم يدفع وعجز يعود إلى الرق ويستمر على ما كان عليه. نعم. أو مجهول فالعقد فاسد، وإن شرط شرطا فاسدا، مثل أن يشرط أن يوالي من يوالي من شاء أو نعم أن يوالي من يشاء من ميراثه. نعم. فالعقد صحيح، أن يوالي من شاء أو أن يعادي من شاء أو أن يأخذ كذا ما أراد، لا، لا بد الشروط أن تكون واضحة وبينة ومعلومة يتفق عليها الطرفان ويوقعون عليها ويشهدون. نعم. لأن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 قضيات. نعم. أراد أهلها أن يبيعوها، واشترطوا الولاء. والولاء قلنا في درس سابق عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق
وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ومعنى الولاء، والولاء قلنا سبب من أسباب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، وولاء وهي عصوبة سببها نعمة المعتق، ونسب وهو القرابة. فأنا أرث فلانا لكونه أبي، وأرثه لكونه ابني، وأرثه ويرثني لكون كل واحد منا أخ الثاني، لكن لكونه جاري لا، لكونه صديقي لا، ما في ميراث. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى ببعض. فإذا اشترطوا قالوا الولا، فالجماعة اللي كاتبوا بريرة قالوا ما عندنا مانع، نبي نبيع على عائشة وبتسع عواق، لكن ترى الولا لنا. وش معنى الولا لنا؟ قالوا إذا متي وعندس مثلا أغراض، عندس ملابس، عندس مثلا شيء حصلتيه في حياتك، ما يكون العائشة، يكون لنا حنا. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الولاء لمن أعتق، حتى وإن اشترطوا ما يعطون، لأنهم لم يعتقوا، وإنما عائشة هي الذي أعتقت. نعم. أراد أهلها أن يبيعوها ويشترط الولاء. وفي موضوع ثاني يتعلق ببريرة أيضا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نعرف أنه لا يأكل الصدقة، وأهدي إليها شيء بريرة، فقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، أهدي لبريرة أو تصدق بي على بريرة؟ قال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدايا. نعم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها. إنما الولاء حصر، إنما الولاء، الولاء ليس للأول وليس لصاحبه السابق، وإنما الولاء لمن تولى العتق، لمن من عليها بعتق الرقبة، لمن من عليها بعتق الرقبة. نعم. فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. فحكم بفساد الشرط مع أمره بالشراء، ويتخرج فساد العقد بناء على فساد البيع به، وإن شرط عليه ألا يسافر ولا يطلب الصدقة. شرط عليه يعني المكاتب شرط على المكاتب ألا يسافر. نقول في روايتين هنا ذكر. لماذا؟ يعني بعض العلماء قال ما دام كاتب انتهى يسافر، بعض العلماء قال لا، لأنه إذا سافر ما يؤدي له الأقساط في حينه، يعني هو الآن في مكة وسافر إلى بلاد بعيدة، من يجي؟ ما هناك بنوك ولا هنا، كيف الأقساط تيجي؟ لازم يكون عنده علشان يناظره يشوف إذا مات وهو ما سدد، فالولاء للمعتق، وإذا خلف شيئا، وإذا أراد أن يستلم الأقساط. لكن إذا سافر وهو قبل أن تنتهي ذمته وتبرأ، فعلى ما في ذمته خطر ألا يدفع لصاحبه. نعم. ولا يطلب الصدقة، فالعقد صحيح. وفي الشرط روايتان، إحداهما هو صحيح لأن فيه غرضا صحيحا للسيد، وهو صيانته عن أكل الصدقة، صيانته عن أن يأكل صدقة، لأنه يأكل من شيء حله الله له. وصيانة عبده عن التغرير بالسفر، إن لا إذا سفر يعني قد يغرر ولا يحصل المطلوب. نعم. والثانية هو باطل، الشرط باطل. نعم. لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو تمكينه من الكسب وأخذ ما فرض الله له من الصدقات. يقول تمكينه من الكسب يعني من حقه أنه يتكسب في مكة، في جدة، في الطائف، في أيمن. هو المطلوب بالنسبة لسيده أنه يشتغل ويعطي، فيقول أنا ما لقيت شغل بمكة، أبو أروح للطائف، أبو أروح الجدة، أبو أروح الكذا، قد ينظر إلى هذا. وقلنا الكتاب هذا قد يجمع بين روايتين، وهو لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في الطلب، وطالب العلم يميز
بين ما يمكن وما لا يمكن. نعم. فصل: ومتى فسد العقد فللسيد الفسخ، لأنه عقد فاسد لا حرمة له، وسواء كان فيه صفة كقوله إن أديت إلي فأنت حر أو لم تكن، لأن المقصود المعاوضة، فصارت الصفة مثبتة عليها بخلاف الصفة المجردة، وله فسخ العقد بنفسه لأنه مجمع عليه، وتنفسخ بموت السيد، يعني ينفسخ العقد بموت السيد، نعم، وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنه عقد لازم فأشبه الوكالة. وقال أبو بكر: لا تنفسخ بذلك ولا تبطل بجنون العبد، لأنه لازم من جهته فأشبه العتق المعلق بصفة، وإن أدى ما كتب عليه، لأن عتق إذا أدى المبلغ المتفق عليه قسطين ثلاثة أربعة عشرة أداهن عتق، رضي السيد أو لم يرضى، وإنما السيد من حقه أن يحتج إذا تأخر المكاتب عن السداد، يقول اتفقنا أنك تعطين كل شهر كذا ما أعطيتك، فمعناه هو الغنى، فمن حق هذا. لكن إذا كان الرقيق يدفع في الوقت المحدد ولا يتوانى في المواعيد، فليس من حق السيد أن يلغي هذه الكتابة. نعم. لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها، وإن أدى إلى غير من كاتبه أو أبرأه السيد مما عليه لم يعتق، لأن الصفة لم توجد. وقال أبو بكر: يعتق بالأداء إلى الوارث، لأنه مات السيد فقدم للأولاد الباقي، سدد قسطين للسيد وثلاثة للورثة، فالورثة ينوبون عن والدهم الذي قد مات. نعم. لأنه قام مقام الموروث، وإذا عتق فله لأنه قام مقام المورث، وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب، ويتبع الجارية ولدها لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق، فتجري مجراها فيما ذكرنا. وفي وجه آخر: لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبها، لأن عتقها بالصفة دون الكتابة، ولا يرجع السيد على العبد بشيء، لأنها إما عتق بصفة وإما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة، وكلاهما لا يثبت فيه التراجع. باب جامع الكتابة: تصح كتابة بعض العبد لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب فصح كبيعه، وإن كاتبه وكان باقيه حرا فأدى كملت له الحرية. كملت له الحرية، يعني اعتق نصفه ثم اشترى النصف الثاني، فإذا أدى قيمة النصف الثاني وأضفناه إلى النصف الأول وهو حر نقول عتق، لأنها كملت حريته. نعم. وإن كان باقيه قنا لم تسر الكتابة إليه، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه، فإذا أدى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه عتق، وسر العتق إلى سائره. نعم. إن كان جميعه للمكاتب، وإن كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه، وإن كان معسرا لم ي... والمكاتب موسر فإنه يعتق عليه الباقي، والمكاتب وإن كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه، وإن كان معسرا لم يعتق إلا ما كاتبه، إلا ما جرت عليه الكتابة. نعم. كالإعتاق المنجز، وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء، شريك المكاتب
وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبه عتق بأدائه كما لو أدى إليهما، وإن كان باقيه مكاتبا أو كاتبه السيدان معا جاز، سواء اتفق العوضان أو اختلفا، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ولا يملك أن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما يؤدي إلى صاحبه، لأنهما سواء في كسبه، وإنما يعطيهما على قدر ملكيهما. إلا أن يأذن أحدهما في تعيين أحدهم، قال بدي فلان أنا بعدين. إلا أن يأذن أحدهما في تعجيل حق الآخر فيجوز. وذكر أبو بكر وجها آخر أنه لا يجوز تخصيص أحدهما بالأداء وإن أذن الآخر فيه، لأن حقه في ذمته لا فيما في يده، فلم ينفع إذنه فيه. والأول أصح، لأن المنع لحقه فجاز بإذنه، فإن أدى إليهما في حال واحدة عتق عليهما جميعا في وقت واحد، عتق عليهما وولاؤه لهما، وولاؤه مشترك بينهم، لأن كلهم يعتبرون معتقين، هذا اعتق نصف وهذا اعتق النصف الثاني، فالولاء بينهما مشاركة. وإن أدى إلى أحدهما قبل الآخر بإذنه، أو لكون نصيب المؤدى إليه من العوض أقل، عتق نصيبه وسرى إلى نصيب الآخر إن كان موسرا في قول الخرقي، لأنه أعتق شركا له في عبد وهو موسر، يعتق عليه الباقي. نعم، فعتق عليه كله لحديث ابن عمر. وقال أبو بكر لا يسري في الحال، لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه، وهكذا الخلاف فيما إذا عتق أحدهما نصيبه بالمباشرة، وفيما إذا كان نصفه قنا فأعتقه صاحب القن. فصل. ويجوز أن يكاتب جماعة، يعني عنده من الأرقة 4-5 يكاتبهم كلهم، يقول كلكم على 4,000 ريال، كلكم على 10,000 ريال، فلا يشترط أن يكون واحدة وإنما مجموعة، فإذا كاتب جماعة سارت الكتابة لمن عني منهم. نعم. فصل. ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد، لأن العوض بجملته معلوم فصح، كما لو باع عبدين بثمن واحد، ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من المبلغ. نعم، بحصته من العوض، يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد لأنه عوض، فيسقط على المعوض بالقيمة، كما لو اشترى شخصا وسيفا. شخصا وسيفا، يعني جزء وسيف، يقدر للشخص كذا وللسيف كذا. نعم. قال أبو بكر ويتوجه لأبي عبد الله قول آخر أن العوض بينهم على عددهم، لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فكان بينهم على السواء، كما لو أقر لهم بشيء، والأول أصح، وتعتبر قيمتهم حال العقد، لأنه حال زوال سلطانه عنهم، وأيهم أدى عتق، لأنه أدى ما عليه فعتق كما لو انفرد. وقال ابن أبي موسى لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة، وإن مات بعضهم سقط من مال الكتابة بقدر حصته، والأول أصح. فصل. وإذا كاتب السيد عبده فماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه فأشبه البيع. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء، أما في يوم غد فقراءتنا في قسمة التركات وأحكام المواريث في فقه الفرائض.
ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. هذه أيها الأحباب نماذج لأسئلة أحبتنا. يقول: إذا أعتق السيد عبده وللعبد أولاد، هل يشمل العتق الأولاد؟ نقول: لا يشملهم، وإنما هم يعني إذا كان سيدهم أعتقهم، لأن كل واحد على رأسه على ما يقول. إذا أعتق الأب الإبن يبقى على ما هو عليه، وإذا أعتق الإبن الأب يبقى على ما هو عليه، وإذا أعتقهم جميعا عتقوا، أو أحدهم اشترى نفسه كتابة والآخر أعتق، وهكذا. وإنما كلهم كل واحد يعني إذا أعتق الأب فلا يدخل الأولاد، وإذا عتق الأولاد فإن الميراث أو الولاء أو الميراث يكون للأولاد وليس لمن أعتق. هذا أحد الإخوان يسأل يقول عن طواف الوداع. نقول: طواف الوداع في الحج واجب، وطواف الوداع في العمرة محل خلاف بين أهل العلم. وإذا طاف الإنسان طواف الوداع خرج من الخلاف، وإنما يسقط عن المرأة الحائض. أما الرجل فالأولى أن يطوف ولا يقادر بدون طواف، وأما إلا والمرأة إذا كانت حائض فهو يسقط عنها، والرجل إذا كان يعني مستطيعا فيمشي، وإلا في كرسي متحرك. فنقول: طواف الوداع للحج واجب من واجباته، فلو لم يطف الإنسان نقول: عليك دم لفقراء الحرم إذا ما رجع، وإلا فإنه يرجع إلا إذا كانت امرأة وكانت حائضا، فإن الطواف بالبيت صلاة وهي لا تجب عليها الصلاة. أما العمرة فهو محل خلاف بين أهل العلم، وإذا طاف الإنسان خرج من الخلاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.